السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام، الله يعزكم يا رب، الله يعطيكم الصحة والقوة. بارك الله بالجميع، بارك الله بكل متابع وكل أخ وكل أخت عم يتابعوا قناة ابن الشام. قبل ما نبدأ هذا المقطع بتمنى منك أخي الكريم أختي الكريمة صلوا على النبي، اذكروا الله، لا إله إلا الله، سيد محمد رسول الله، مثل ما أنتم صوتوا بالمنتدى. تمام، طلبتوا مني أنتم تحكي لنا ليش أنت بموسم السابق بلشت انتاج بشهر 11 وهذا الموسم لحد الساعة هاي ما بلشت. خليكم معي، فيديو غني بالمعلومات، والله فيه معلومات. طيب حباب القلب، اخواني حبايبي، اليوم مثل ما قلت لكم انا جايكم بموضوع كثير مهم، على وهو ليش ابن الشام لحد الساعة هاي ما زاوج او ما انتاج نصوره. انا بالنسبة لي بالموسم السابق عانيت من كثير مشاكل، تمام؟ صراحة بموسم 2020 ما عانيت مثل هاي المشاكل. طيب من ضمن هاي المشاكل اللي صارت معي، اول شيء الانتاي تلف العش، الانتاي جاهزة عندي وعين الله عليها ومية بالمية تمام، تلف العش، بعد ما تلف العش تخرب العش مرة تانية، تكب الخيطان بأرضية القفص. طيب لنقول انتاي عندي لفت العش وصارت جاهزة وامورة مية بالمية تمام، بتيجي الانتاي بتنكد العش بالارضية القفص. غريب، الانتاي عندي لفت العش، دخلنا الذكر والامور طيبة، ما بتلاقي الا صار في تشاجر ونحن عاملين عملية التشويق. طيب دخلنا الذكر على الانتاي، الذكر خربنا العش، حطينا الذكر على الانتاي، الانتاي باضت والامور تمام، وفرحت كل مربي لما يشوف الانتاي عنده بيضه. اول شيء تقعد يوم يومين ثلاثه بعدين تجر العش. طيب في فاش؟ ما في فاش. شو في المشاكل؟ ما عندك انت اي مشاكل. طيب ليش تجري العش؟ الله اعلم. الانتاي مثلا تحضن البيض يطلع البيض غير مخصب، او تطلع مثلا من خمس بيضات بيضتين مخصبين، او يموت الفرخ بقلب البيضة، او يموت الفراخ بعد التفقيس، او الانتاي مثلا ما تطعمي، او الانتاي مثلا تحضن الفراخ او تحضن البيض زيادة، يا اما ما بيفقس البيض بيكون في فرخ داخل البيضة، او ممكن الانتاي تقتل الفراخ، الذكر مثلا يقتل الفراخ. فصائبت عندي كثير مشاكل، وانا متوقع مو بس عندي، حتى عندك انت كمتابع لهي القناه او مشاهد هاي القناه ممكن صارت عندك انت المشاكل هاي وانت مستغرب مالك عرفان شو هو السبب. طيب هلا بدي نط واحد يقول لي ممكن التدفئه، يعني الحراره. بالنسبه لي رح تشوف الصوره انت قدام عينك مشان يكون في دليل وفي اثبات، واللي متابعني من قبل فيديوهات القديمة عارفان انه انا بالنسبة لي كنت انا مقدم مصدر تدفئة، الا وهي دفاية اوتوماتيك. شو يعني دفاية اوتوماتيك؟ يعني محافظ على درجة حرارة الغرفة 25، يعني لما تصير درجة حرارة الغرفة 25 بتطفي الدفاية، تمام؟ لما تصير 24 بترجع بتطلع على 25، يعني تدفئة 25 بقلب الغرفة الامور بالسليم. بننشر العامل الثاني اللي هو عامل الرطوبة. بالنسبة لي عندي الجهاز اللي شايفينه قدام عينكم هلا هون، جهاز الرطوبة، وعندي تيربو اللي هو الشفاط بيشفط الهواء داخل الغرفة بحيث حافظ على درجة الرطوبة بقلب الغرفة ما بين 50 و65، تمام؟ طيب بالنسبة للتغذية مالي مخلي شيء إلا مقدمه، بالنسبة لفيتامينات، بالنسبة لمعادن، بالنسبة لكالسيوم، بالنسبة لمناقيع، بالنسبة لخلطات، بالنسبة لبذور السنبتة، ما اللي مخلي شيء إلا عامله مع الطيور، تمام أخواني؟ وبرضه ملاقي مشاكل مع هاي الطيور. طبعا هلا مشان يكون كلام صريح وصادق، ما كل الجواز، بعض منا بعض الجواز بسم الله ما شاء الله الانتاي تحضن وتطعمي وافطم الفراخ والامور 100% بالسليم، وان شاء الله انتم رح تشوفوا مقاطع فيديو اصطلعت معي او صور عن انتاج بالموسم السابق. طيب شو السبب
قال لي هو انا محقق بالنسبه لي اخواني حبايبي محقق الشروط الاربعه اللي هي الحراره والاضاءه والتغذيه ثم الرطوبه. بالنسبه لي كنت انا عاطي كمان طيوري بالاضاءه مي تقريبا بين ال 14 ل 16 ساعه، يعني كانوا 14 مثلا ارفع خلص سكر على 16، يعني بين الساعة 7 الصبح تقريبا للساعة 9 10 بالليل. تمام اخواني، شو سبب هي المشاكل اللي صارت معي؟ بالنسبة لي مشان ما تفكروا انتم والله انه مثلا ابن الشام هو التوب، الكمال لله عز وجل ما حدا كامل، الكمال لله عز وجل كلياتنا احنا ناقصنا ونحن كلياتنا بنكمل بعض. جيت قعدت مع عالم عرب عنده خبرة أفضل من ابن الشام وأفضل من أي شخص عنده قناة على اليوتيوب. مع احترامي للجميع، مع احترامي لكل شخص شريف، وقعدت مع عالم أجانب عندهم خبرة، يعني خبرة معارض، واللي بيعرف شو يعني معارض بيعرف، واللي ما بيعرف أنا بالنسبة لي بحب إلا إنه بالنسبة للمعارض اللي بيشارك الطير طيره بشاركه لطيره أو إنتاجه بالمعرض هذا ما بيقبلوه بالهين. وإن شاء الله بالأيامات القادمة رح يدخل ابن الشام بموضوع المعارض، بس لحتى ننتج إنتاج شيء مرتب وشيء حلو بعون الله إن شاء الله تعالى. المهم نرجع لموضوعنا، بحثت على جوجل، بحثت على اليوتيوب، آخر شيء جمعت معلومات لانه انا عملت ورقه وقلم. اتمنى منك اخي الكريم اختي الكريمه تكتبوا انتم بالورقه وبالقلم المشاكل اللي صارت معكم بهذا الموسم لحتى انتم تتجاوزوها بالموسم المقبل ان شاء الله تعالى. طيب حتى انتم وقت كنتوا تعملوا انتم، خلينا شوي هيك نتطور، خلينا شوي يعني هيك نتثقف ونصير هيك يعني نفكر مثل ما بيقولوا تفكير مزبوط. لما تعمل انت مناقيع، خلطات، خضروات، فواكه، خلي ورقة وقلم، اعمل جدول برنامج غذائي أسبوعي لطيورك، أنت حترتاح وطيورك حترتاح، وإن شاء الله ما رح تشوف أي نوع من أي مرض كان. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو عملت أنا بحث، جمعت معلومات وسألت وقمت وحطيت، طلع السبب الرئيسي ألا وهو أنا مبلش إنتاج بوقت مبكر. تمام؟ حتى صار عندي كمان مشاكل دخلت طيوري بغيار الريش بوقت مبكر، يعني بشهر 5 بشهر 6 صارت الطيور عندي انا تكب ريش، وتفاجأت من هذا الشيء. فاخي الكريم وقال لك ابن الشام لا تبلش انتاج بهذا الوقت، ما عمل لك هذا الكلام انا عن عبس او حاب انا اطلع قدام الكاميرا وشوفوني والله يابا انا عندي قناة على اليوتيوب ويا ارض اشتدي ما حدا قدي. لا عمي، وقت ابن الشام يقول لك لا تدفي طيورك بهذا الوقت، لانه هذا الوقت هو موسم الراحه، موسم التجهيز. لما يكون بموسم الانتاج هذا موضوع ثاني نحن ما وصلنا له، وقت يكون بموسم الانتاج لازم تدفي طيورك. ليش؟ لان الانتاج عندك اذا بتقوم عن البيض ودرجه الحراره عندك 5 او ناقص 5 الفراخ، اذا في فراخ على الدنيا السلام، وإذا عندك أنت فراخ صغيرة تمام والإنتاج قامت عن العش، هجرت العش لسبب ما، أو قامت تاكل قامت تشرب وما رجعت العش دغري، الفراخ على الدنيا السلام. فلما أقدم لكم النصيحة هي النصيحة كانت جمال، وأنا عم أقدم لكم كل مواضيعي وكل كلامي بقناتي كلياته إن شاء الله عن تجربة وعن خبرة، هذا من فضل رب العالمين، وهذا الشيء يعني لي الفخر فيه. تمام، انه عندي انا هم متابعين شرفاء، عندي متابعين انا بالنسبه لي برفع راسي فيهم. بارك الله بكل اخ وبكل اخت، وان شاء الله انتظروني بموضوع ثاني او بفيديو ثاني رح يكون عن تشخيص الامراض، عن الميجا بكتيريا، عن الكبد باذن الله، وممكن موضوع ثاني، موضوع ثالث يا اما فاشل قوي او موضوع مغاير ما بعرف، بس مواضيع كثير مهمه، وطبعا بالدليل بالصوت وبالصورة وبالفيديو رح يطلع قدامكم انتم ان شاء الله كيف كان الطير من قبل وكيف صار. كان معكم اخوكم ابن الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.